خليني ابدا معاك يا محمود، ومكاسب النادي الاهلي من مباراه القطن. مباراه القطن يا كابتن اسلام هي عوده للمسار الصحيح مره اخرى. النادي الاهلي تدارك اخطاء اللي كان بس بما انك قبل بس ما نكمل كلامنا تقول عوده للمسار الصحيح، انا بشوف النادي الاهلي ماشي بطريقه جيده. انا قصدي عوده للمسار الصحيح لانه ماشي دي حاجه، تاني حاجه انه من المتوقع جدا ان النادي الاهلي يفوز بنسبه كبيره جدا اكتر من على القطن الكاميروني في مصر. اكيد يا كابتن، بس انا بكلمك في عوده المسار الصحيح مره اخرى، ان النادي الاهلي بيبدا ياخد نقاط مره اخرى في المجموعه، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو يبدا يخش الجيم مره ثانيه بعد التعثر اللي كان موجود في مباراه الهلال. ولكن يا كابتن هي كانت مباراه تدارك الاخطاء. لايه بقى؟ احنا كنا بنتكلم ان النادي الاهلي لما يجي له فرصه، كنا اتكلمت مع حضرتك انا وايمن على قيمه الفرصه. النادي الاهلي مباراه القطن جالك فرصه الشوط الاول انت حسين شحات، لو الكوره دي كانت جت كان المباراه اختلفت بشكل كبير وما كانش زماننا قاعدين بنتكلم في الكلام ده. الهلال لا الهلال على الهلال مباراه سان داونز نفس الكلام بالظبط. مباراه سان داونز يا كابتن اسلام اول المباراه لما كان النادي الاهلي بيضغط ضغط عالي على سان داونز وخطف الكوره اكتر من 8 مرات لما كانوا هم بيحاولوا يعملوا بيلد اب من تحت، النادي الاهلي برده ما استغلش الحته دي فصعب الماتش، فالماتش ردبك، فبتفضل انت كرتم بدني بتفضل ضاغط 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 لاخر 90 دقيقه فانت بتقع. ان اللي حصل بقى في الماتش بتاع القطن الكاميروني هو موضوع مختلف بشكل كبير. اول ثانيه اول ما القطن سنتر النادي الاهلي ضغط استرجع الكره بالظبط في 12 ثانيه، خد النادي الاهلي الكره في الثانيه 40 حصلت الهجمه من الناحيه الشمال اللي هي كانت كاربونا وكانت نمط معين بيقوم بيه مارسيل كولر سواء على الجانب الشمال او على الجانب اليمين، وادوار قندوسي وادوار التبادل المراكز اللي بتبقى ما بين الوينج وما بين الباك. وشفنا النادي الاهلي في اول دقيقه بيحرز محمد شريف الهدف، وبعد كده كابتن اسلام نادي الاهلي رتم هدي خلاص بيلعب بثقه بهدوء مش مستعجل على حاجه، جاب الجون الثاني وشفنا الناس كانت بتتكلم تقول ان اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني ما كانش بنفس الجوده بتاعت الشوط الاولاني. انا شايف يا كابتن اسلام ان افضل حاجه عملها مارسيل كولر في المباراه دي ان هو هدى الريتم الشوط الثاني. انت كسبان 2-0 عندك ضغط مباراه بتلعب كل 3 ايام مباراه فكويس جدا، مش محتاج حاجه بالظبط كده. المكسب الاقتصادي ده مهم جدا بالظبط كده يا كابتن اسلام. فانا بقول لك عليه تجاري هي كانت تدارك الاخطاء ان احنا لما يجي لنا فرصه بدري خلص الماتش موت الماتش خالص ويركب صح، وده على عكس اللي حصل في مباراه القطن يعني بالظبط بالظبط. وده اللي كان المشكله اللي كانت حاصله في ماتش سان داونز وفي نفس الكلام برضو ماتش وخد بالك يا كابتن اسلام برضو اخر مباراه النادي الاهلي تعثر فيها دايما كانت الاهداف اللي بتخش النادي الاهلي كان دايما في اخر 10 دقائق، وده كان زي ما بقول لك كابتن اسلام انت بتلعب برتم عالي طول المباراه بحثا عن الفوز او بحثا ان انت تحافظ على النتيجه. مارسيل كولر اللي عجبني فيه اول مباراه اللي فاتت ان هو ما فضلش كابس ودايس بنزين لحد الاخر، هدى الريتم بشكل كبير جدا الشوط الثاني، قدر ان هو يجيب الجون الثالث وموت المباراه تماما، وان هو ما استنفذش اللعيبه بتاعته في الامور البدنيه. فهي كانت مباراه مهمه جدا 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 للنادي الاهلي. ولكن يا كابتن اسلام هي كانت القصه كلها ان القطن الكاميروني للاسف شكله بنسبه كبيره هيكون الكوبري اللي موجود في المجموعه لانه خسر 3 مباريات كلها، على امل ان شاء الله ان هو يعمل اي تعثر لباقي الفرق في المباريات الثلاثه المتبقيين ان شاء الله. ولكن يا كابتن اسلام مباراه كانت مباراه الاثنين بس مش اثنين ولكن يا كابتن اسلام كانت مباراه رائعه من النادي الاهلي، والنادي الاهلي خد منها اللي هو عاوزه يا كابتن اسلام في ظل ضغط المباريات دي. ما تسالش على اي حاجه غير ان انت عاوز تكسب فقط، وده اللي كان مهم.